ازاي بس يا باشا الكلام ده؟ زي الناس. اضمن منين انك ما تحاولش تهرب؟ ولا عايزني افضل صاحي وقاعد جنبك عشان اراقبك؟ وما عاوز تسجلني فيديو وانا بعترف لك ان انا دخلت الشقه علشان اسرقها وانك قفشتني؟ لا يا باشا. شوف لك اي فكره تانيه يا باشا تضمن بيها ان انا مش هارب غير النيله ده. هو انا كنت لحقت اسرق حاجه؟ مش ده اللي حصل؟ ولا انا بتبلى عليك؟ وزت شيطان والله العظيم يا باشا. بس وكتاب الله انا تبت. تبت وندمت ومش هعمل كده تاني ابدا. وربنا بيقبل التوبه. ونعم بالله. انا قابل توبتك يا سيدي. ايه رايك بقى؟ انما تحاول تهرب قبل ما تطمن انك ما اتعديتش وتدور تلف على خلق الله تعديهم بالفيروس، ده اللي لا هسمح بيه ولا هسامح فيه ولا هقبل فيه توبه. يا بني ادم، انا راجل قضيت عمري كله استاذ فيروسات في المركز القومي للبحوث لحد ما طلعت على المعاش، بدرس الفيروس واشوف ازاي امنع اذاه عن الناس. عايزني بعد ده كله ابقى سبب في انتشار بؤره مرض زي ده؟ اخلص، عايز الحق اصلي فجر. بقول لك اخلص قبل ما صبري ينفذ والسلاح يطول. حاضر. لا الامر من قبل ومن بعد. إلا بالله. حاضر أهو. أنا دخلت شقة الدكتور أبو بكر المختار علشان أسرقها، وما كنتش فاكر إن في حد جوه، وبالصدفة هو كان جوه وقفشني، ولو هربت ده اعتراف مني ينفع يقدمه قدام الحكومة والمحكمة والنيابة. خلاص حلو كده؟ ولا عاوزني اعترف لك ان انا اللي اكلت الخفاش وجبت الكورونا للكره الارضيه؟ لا حد الله، احنا ما بناخدش غير حقنا وبس، وبنسجل الحقيقه وبس كده. ما فاضلش غير حاجه واحده بس، بعدها هسيبك تنام وترتاح وانا هلحق اصلي الفجر. حاجتي تاني يا باشا. يا باشا ما ينفعش اللي انت عامله فيا ده والله. وما ينفعش ليه بس يا شيتوس؟ احنا جربناها اهي ونفعت كده بقى اعرف انام وانا مطمن. طيب ما انت معاك الفيديو، خايف من ايه؟ الشيطان شاطر يا شيتوس. زي ما وزك تسرق الشقه ممكن يضحك عليك ويقنعك انك تحاول تهرب، او تاذيني وانا نايم، او تسرق الموبايل اللي عليه الاعتراف مثلا، كده احسن ليا وليك. يا باشا انا اخيب من كده بكتير. انت شكلك مغشوش فيها والمصحف. انا اصلا لو حبيت اهرب مش هعرف. الشيطان زمانه بعد ما شاف خيبتي اللي بالكوم دي زمانه رمى توبتي وراح يدور على حد تاني يكون نصح شويه وفي الرمى عني. وانا بقى راجل شكاك وعندي وسواس قهري يا شيتوس، واحب اطمن على كل حاجه من كل ناحيه. بعدين انت زعلان ليه؟ ما انت هتنام هنا معزز مكرم ولا سلطان زمانك لحد بكره. اتصرف بقى واشوف لك حد يعمل لك مسح عشان نتاكد اذا كان عندك كورونا ولا لا. ما تقلبش دماغي بقى. طيب افرض يعني يا باشا لا مؤاخذه حبيت ان انا اخش الحمام. وماله؟ انده عليا، صحيني افكك واوديك الحمام وارجع اربطك تاني. ما تقلبش دماغي بقى، قلت لك انا هروح اتوضى عشان الفجر قرب جدا. طيب يا باشا بقى ادعي لي بقى وانت بتصلي ربنا يفك اسري. إن شاء الله بإذن الله يا شيتوس. راجل غريب. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.